الملك الملك. Hey what's up guys, back with another video. غير اللغة. معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رجعنا لكم مقطع. السلام عليكم, كيف حالكم حبايبي, عساكم طيبين. هذا ثاني فيديو من الحجر المنزلي. حاب ابدا الفيديو بشكر جميع الموظفين من العساكر للموظفين اللي في المستشفيات, لانهم قاعدين يضحوا بحياتهم عشاننا. احنا اقل شيء يا جماعة الخير نقدر نسويه ان نقعد في بيوتنا عشان نخلي شغلهم اسهل. طيب اليوم حنسوي مقلب. ايوه يا حبيبي مقلب. طيب حنسوي مقلب خفيف لطيف ان شاء الله في عبد الملك. عبد الملك نام الساعة 12, الان الساعة 3, فاتوقع انه دخل عميق في النومة, هو اصلا نومه ثقيل ما شاء الله. طيب ايش فكرة المقلب؟ هو حيكون نايم, انا راح ادخل غرفته معايا كاسات, راح ابي غرفته كلها كاسات مويه, يصير ما يقدر يتحرك من سريره, خليه الله لا يهينه يقعد في سريره ينام ينبطح يريح. الحين الساعة 3, عبد الملك قيده نايم خلاص, وقال لي هو يبغى يصحى عشان عنده فصول افتراضية. يلا نروح غرفته قبل ما يصحى ونحط كاسات المويه. بسم الله. عزيز مصور مقلب عبد الملك؟ ايوه يلا. شوف عزوز هذه الكاسات. طيب يا جماعة الحين صارت الساعة 8, خلينا نروح نصحي عبد الملك نشوف ردة فعله. الملك ولد ما شاء الله, ايش النوم ذا ولد. يلا صحصح, عندك كلاسات يا قلبي. زوم زوم بالله على وجهه, زوم زوم ولد. الملك سوينا لك مفاجأة, ايش رايك؟ فنانة؟ ها ايش رايك في المفاجأة؟ لا حلو. يلا تعال. سامر انت قبل يروح الحمام. يلا صحصح صحصح, عندك كلاسات يا قلبي. عادي كل ما تعطش تشرب مويه. ولد يا اخوي يلا قوم. ايش رايك في المفاجأة؟ يلا تعال تعال فوق. كله مقفل يا حبيبي مقفل. وين؟ وين عمي رايح؟ يلا في كلمة تقولها للمشاهدين ولا احنا ما احنا فاضيين نبغى نمشي؟ بدي امشي؟ سلام.
كله مقفل يا حبيبي. يلا يلا صح صح بالله بعد نص ساعة عندك كلاسات. يلا انت دبر نفسك ها. يلا مشينا. الله تعال ما في تعال. يلا يلا مشينا خلاص اسحب عليك. يلا الله يوفقك كمل نوم. يلا سلام. عمي ايش هيسوي ذا؟ خليه نجيب له اللابتوب عشان يذاكر. ها وش تبي؟ نعم والله طيب. ليش بتطلع؟ ايش عندك؟ بدخل حمام وكلاسات احضرها. يا عمي الكلاسات اللابتوب هنا معي امسك. جاهز؟ بعد شوي عشان يجي على السرير. اوبا يلا الله معك الله يوفقك. اي خدمه؟ يلا مع السلامه. هذه انت شيلها الله معك. طيب يا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انه عجبكم المقلب وعجبتكم اللقطات حق القهوه. بسم الله. بس تنويه اخير وانا اصور الفيديو نزل خبر من الملك حفظه الله الملك سلمان. يقول لك الخبر كالتالي: خادم الحرمين يصدر امره بمنع التجول لحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا لمدة 21 يوم. يعني لسه قدامنا 21 يوم. الله يعدي هذه الأزمة على خير ان شاء الله والله يحفظكم جميعا. اذا عجبك الفيديو سوي لايك سوي سبسكرايب زبطونا يا جماعة ونشوفكم المرة الجاية بإذن الله. كان معكم اخوكم عبد الرحمن وحبايا. Peace.